زي ما حضراتكم عارفين ميسي هو افضل لاعب في العالم، والكل بينتظر او الكل عرف ان خلاص ميسي اصبح في بي اس جي في باريس سان جيرمان خلال الموسم القادم او الموسمين القادمين. الحقيقه هيكون معانا عبر زوم الاستاذ زهير اسعدي رئيس تحرير مجله اونز مونديال الشهيره والعريقه، هيكلمنا عن كل التفاصيل فيما حدث مع ميسي. استاذ زهير ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. الحمد لله كله تمام. طيب الحمد لله. اولا كلمنا عن تفاصيل استقبال باريس لميسي. ميسي اول ما وصل في بعد الظهر في مطار في باريس وصولا من برشلونه مع زوجته واطفاله، كان هناك المئات والمئات من مشجعي فريق باريس سان جيرمان و1500 شخص، كذلك هم من محبي الكره العالميه، المحاوله الحصول على صوره او حتى لتحياته وشكره لانضمامه للفرق الايطاليه الفرق الفرنسيه، لانه هو نجم معروف في كل العالم وكل الناس في فرنسا منتظرة وصوله إلى فرنسا وانضمامه إلى الكرة الفرنسية. طيب أستاذ زهير، كان في كلام امبارح أن من المفترض أن ميسي يصل امبارح إلى باريس سان جيرمان، وأن تشيلسي تدخل في الأمر، وأن كان في كلام على أنه من الممكن أن يكون متواجدا في إنجلترا. هل الكلام ده أثر بشكل أو بآخر على باريس سان جيرمان، ولا كانت الأمور محسومة من امبارح؟ لا، كل شيء كان تمام منذ فترة طويلة. كان هناك الاتفاق مع بي اس جي من السنة الماضية، كان يرغب في الخروج من برشلونة ولكن لم يكن مستعد للخروج، وذلك بسبب عقده، لأن كان قدامه سنة، ولكن هذه السنة بانتهاء عقده كان عارف، كان يعلم أنه سيغادر برشلونة، لأن برشلونة ما كانش عنده الفرصة إلى استكمال دفع مرتبه، وكان الصفقة مجهزة بالكامل وتنتظر فقط التوقيع، ومنذ ديسمبر الماضي ونحن ننتظر وصوله، وبالتالي لم تكن مفاجأة لنا. وبناء عن هذا، يعني اسمح لي أقول لك، كل ما كان يدور حول هذا الموضوع كان مجرد شغل صحافة. طيب بما ان حضرتك بتتكلم عن الراتب، هل هناك عن تفاصيل عن راتب ميسي؟ هل سيكون الراتب الاعلى في التاريخ؟ سمعنا كلام كتير عن هذا الامر. نعم، هو أعلى راتب سنوي كما كان في برشلونة، ولكن في باريس سان جيرمان، وسوف نرى كذلك بالنسبة للترانسفيرز اللي جاية، احنا بنتكلم في حوالي 35-40 مليون يورو في السنة، ويعني بنتكلم عامة في حوالي 45 مليون دولار سنويا، وهو بالتالي حوالي 4 مليون شهريا، وأنا بالتالي أؤكد ما زال هو أعلى راتب مقابل نيمار وكل الآخرين وبنزيما وأسماء أخرى. طيب بالنسبة للتيشيرت اللي هيلبسه ميسي، هل رقم 19 رقم 10؟ سمعنا أخبار أن نيمار وافق على أنه يرتدي رقم 10، ولكن ميسي قال له لأ. يعني حضرتك عارف الصحافة وعارف الكلام في هذا الأمر. نيمار صديق لميسي واقترح عليه ان يلبس رقم 10، ولكن طبعا رفض ميسي لان بسبب الصداقه التي بينهم والمحبه، وبالتالي رفض رفضا تام، وبالتالي الرقم المحبب لميسي كان ال 19 وال 30، هي الارقام التي حملها حين كان يلعب مع البارسا. ومنذ ساعه وصلنا المعلومة أن ميسي سيلبس التيشيرت رقم 30، وذلك هو كذلك هو التيشيرت اللي لبسه وقت ما عمل الكشف الطبي، وأنا بالتالي أسمح لنفسي بالقول أنه سوف يلبس التيشيرت رقم 30. طيب توقعاتك إيه تأثير ميسي الحقيقة بعد الانضمام للدوري الفرنسي؟ الدوري الفرنسي بشكل عام أعتقد هيكون له وصول ميسي هيكون له تأثير كبير جدا على الدوري الفرنسي.
طبعا سوف يكون له أثر رياضي شديد. الأثر الرياضي بمعنى أنه هو أفضل لاعب في العالم يأتي للعب في فرنسا وفي فريق سان جيرمان، وبالتالي الأثر هو على بي اس جي مباشرة، أهداف الفريق والذي كان يأمل في الحصول على ألقاب ما، ولكن مع ميسي وفيراتي وفايلادوم ونيمار وحكيمي ودوناروما وكل هذه الأسماء، نافاس، مع كل هذه الكوكبة من اللاعبين، يجب أن نقول أن الهدف الأول النهاردة للفريق هو الحصول على كأس العالم. نحن نتوقع منهم جميعا ومن ميسي بالأخص أهداف كثيرة، أسيست كثير، وشو كبير وفنيات عالية. ميسي النهاردة معروف على مستوى العالم، وبالتالي ما نطلبه منه هو أقل تقدير. طيب، برضو باعتبارك واحد من أهم الصحفيين في العالم الحقيقة فيما يخص الدوري الفرنسي، الحقيقة عايز أسألك عن، سمعنا أن من الممكن جدا أن ينضم كريستيانو رونالدو للبي اس جي خلال الفترة القادمة، هل ده ممكن يبقى بيجمع ما بين ميسي ورونالدو؟ وعايز أسألك برضو عن دوناروما ونافاس، يعني برضو هتبقى منافسة صعبة جدا. بالفعل المنافسة ستكون شديدة، وحتى أجاوب سيادتكم بالنسبة للسؤال الأول، رونالدو هو أحد أهداف بي اس جي منذ سنوات طويلة، ونحن نعلم الآن أن الموضوع بعض الشيء معقد أن يكون اللاعبان متواجدين في نفس الفريق، لأن طبعا دخلهم عالي، ويمكن أن تتصوروا ما الذي يمكن يعني أن يقوم به البي اس جي حتى يقوم بدفع كل هذه الرواتب، امبابي وآخرين وعقود كبيرة يودون في إمدادها. طبعا هناك العديد من البرتغاليين في فرنسا، وهناك العديدين الذين يودون أن يرونه أيضا يلعب للبي اس جي، ولكن لا أعتقد أنه سيكون هذا العام، ربما العام المقبل. ولكن السؤال الآن هو دوناروما، أعتذر، دوناروما وميسي الاثنين بالتالي هم أفضل اثنين لاعبين على مستوى العالم، وبالتالي التنافس بينهم سيكون شديد. ونافاس طبعا احنا بالنسبة لنا عندنا معلومة مؤكدة، والشامبيونز ليج النهاردة في هناك فرق كبيرة، واسمح لي اقول لك ان دوناروما بعد اليوروبيان شامبيونشيب والماتشات اللي قدمها والبرفورمانس بتاعه طبعا سيكون تنافس عالي بينهم، هيبقى صعب على نافاس ان هو يبقى رقم واحد، خاصة انه عنده 22 سنة فقط وقدامه مستقبل طويل. طيب سيرجيو راموس كيف سيكون الجمع ما بين كابتن ريال مدريد وكابتن برشلونة، وحضرتك عارف التنافس الكبير اللي كان بينهم سواء بجوه الملعب او بره الملعب ما بين سيرجيو راموس وميسي؟ في الحقيقة راموس وميسي يقدرون بعضهم البعض، نعم هم لاعبين كبار، هم ليسوا أصدقاء يعني أصدقاء مقربين، ولكن في الكرة والكرة الأوروبية اللعيبة كبار حتى وإن كانوا متنافسون على الأرض الملعب، هم يحترمون بعضهم، يحترمون ذواتهم، لأن كل منهم يمثل صورة على مستوى العالم. النهاردة لما وصل ميسي في بي اس جي الاثنين بيتكلموا إسباني، وبالتأكيد سوف يتواصلون وحيتعايشوا وحيقدمون كرة حلوة، هما الاثنين لعيبة كبار وحيكسبوا. أنا عايز أقول لك إن حيكسبوا النهاردة الشامبيونز ليج، يعني كل منهم قدم بطولات عالمية، وبالتالي حين تتضافر جهودهم هم يعلمون كيف الوصول إلى النتائج. النهاردة في بعضهم أصدقاء مقربين لبعض أكثر من آخرين، ولكن أنا متأكد من أن النتيجة الإجمالية هتكون في صالح الفريق. برضو عايز أسألك عن، هل تم حسم من سيكون كابتن الفريق؟ بمعنى كل هذه الأسماء وكل هؤلاء النجوم، من سيكون كابتن فريق البي اس جي؟ وي نعم، الكابتن مش هيتغير، هيبقى كابتن السنة الفائتة، وهو من أكبر التنفيذيين، وصل عام 2013
هو برازيلي ودولي لاعب كبير، واحد من أفضل المدافعين على مستوى العالم، ويحترمه الكل سواء شركائه، مدربينه، مديرينه، وليوناردو وميسي كلهم بيحترموا ماركينيوس، وكل المشجعين يعشقونه، وبالتالي الكابتن سيبقى ماركينيوس ولن يتغير، وأنا أؤكد على حضرتك أن ليس هناك غبار على هذا الموضوع. طيب أخيرا لو حبيت تحط تشكيل بقى بعد وصول ميسي، يعني مش هقول لك رونالدو كمان، لكن خلينا نتكلم عن اللي حصل رسميا أن ميسي يكون متواجد، حطينا تشكيل لبي اس جي ممكن يكسب بيه دوري أبطال أوروبا مثلا الموسم القادم، من وجهة نظرك التشكيل اللي ممكن يكسب بيه بي اس جي الدوري أبطال أوروبا في الموسم القادم؟ هناك ثلاثة إمكانيات بالنسبة لباريس سان جيرمان. يمكنه اللعب على أربعة، نظام 4-3-3، أربعة مدافعين، ثلاثة لاعبين وسط، وثلاثة مهاجمين، ميسي وإمبابي ونيمار. هذه هي هذا الحل، هذا هو الحل الأسهل لإيجاد فرصة للمدافعين الثلاثة بتقديم أفضل ما لديهم. الاحتمال الثاني هو 4-2-4 مدافعين، اثنين وسط، وثلاثة منهم سيرجيو امبامبي ونيمار على الشمال، وميسي كصانع العاب، ودي ماريا في اليمين. دي طبعا خطة هجومية جدا، وفي الشامبيونز ليج هيبقى صعب ان احنا نلعب باربعه مهاجمين. الحل الثالث هو ان احنا نلعب بثلاثه مدافعين وسط، سيرجيو راموس، كيب امبابي وماركينيوس، وفي الوسط عندنا اربع لاعبين، حكيمي، فاينال دوم، ودينادي، وبرنار، وقدام ميسي ومعاه نيمار وامبابي. طبعا ده نظام مختلف بعض الشيء، ما مش متعودين نشوفه في فرنسا، لان ما شفناش برضو في فرنسا ان بنلعب بثلاثه مدافعين في الوسط كتير. هو نظام بعض الشيء معقد، وما اعتقدش ان الباريس سان جيرمان هيلعب بالنظام ده، ولكن هذه الاحتمالات. هل بوتوتشينو المدير الفني يستطيع ان هو يسيطر على كل هذه الاسماء اللي موجوده خلال الفترة القادمة؟ وبعدين انت ما قلتليش برضو مين اللي هيقف جول، نافاس ولا دوناروما؟ نعم، كارلو نافاس هيكون هو الرقم واحد على الأقل في بداية الموسم، وقد يتغير مستقبلا. طيب بوتوتشينو هل هو قادر على قيادة القيادة الفنية من الخارج؟ تمام، هو مدير فني جيد وله اسمه وكل شيء، ولكن في نفس الوقت هل يستطيع السيطرة على كل هؤلاء النجوم داخل الملعب؟ بوكيتينو هو مش لوحده، هناك المدرب بوكيتينو وخلفه ليوناردو، هو يعني نجم كبير ومدير كبير، وميلان، وفي الانتر لعب في ميلان وفي انتر وفي كل الفرق الاوروبيه الكبيره. وبعدين في ناصر القطري، ده برضو رئيس يحترم كافه اللاعبين ويقدرونه. انا بعتقد ان لن تكون هناك مشاكل. كذلك ميسي هو شخص يسهل ادارته، لانه لاعب سهل على مستوى الشخصيه، ما بيحطش مشاكل، ما بيخلقش نقاط صعوبة، وبالتالي لا أعتقد أن سوف تكون هناك مشاكل، خاصة وأن ميسي ونيمار أصدقاء ويتواصلون، وبالتالي ليس هناك من سبب لخلق مشاكل أو افتراض وجود مشاكل. طيب أخيرا ميسي ووجوده في باريس سان جيرمان، هل يستطيع ميسي تحقيق الحلم لباريس سان جيرمان بالصعود لمنصات التتويج في دوري أبطال أوروبا ولا لا؟ ميسي جه علشان يكسب الشامبيونز ليج، وانا بعتقد ان هو قادر انه يسهم في وصول الفريق لهذا المستوى. هو من اكبر اللاعبين على مستوى العالم، ولكن لو طلبت مني يعني تصوري انا ظاهر اساعدي، انا بقول لك شخصيا ان رايي انه البي اس جي يقدر يكسب التايتل. عموما خلينا نشوف ايه اللي هيحصل السنه دي. انا بشكرك جدا يا استاذ زهير على وجودك معانا وعلى كل هذه المعلومات الخاصه بوجود ميسي في باريس سان جيرمان، وبشكرك على هذا التواجد، وشرفتنا وجودك معانا على شاشه قناه النادي الاهلي.